لعب الى رمي التمس. ابو السعود في مرمى المسلوسي صاحب رمية التماس القوية. تجفيف اولا عشان الكرة ما تتزحلقش وما تفرقش عن مسارها. وفي النهاية رمية التماس لفت شوية برضو لكن مشيت الكرة. زيزو وكأنها ضربة جزاء يا زيزو، وكأنها بينالتي. احمد مصطفى السيد زيزو، انكل زيزو، زيزو اون فاير، يعود من جديد ويسجل تاسع اهدافه مع الزمالك في الدوري هذا الموسم. يتعادل سريعا في الدقيقة 34، يتعادل زيزو ويجعلها 1-1 سريعا وبعد 9 دقائق من تقدم المقاولين العرب. كرة من رمية، شوف الاصل والاساس ايه، رمية تماس المسلوسي القوية اللي أخطأ فيها دفاع المقاولين العرب، فاتت من الكل، نطت على الأرض، اتصلحت أمام زيزو ببطن رجله يركنها ركنة، ركنة معلمة ببطن رجله في أقصى الزاوية اليسرى بعيدة عن أبو السعود اللي طار وحاول. لكن برضو خلي بالك إن في زحمة وزاوية الرؤية كانت محجوبة شوية عن أبو السعود، حاول